يلا صبايا شو صار معكم؟ عفوا هلا مو وقت الموبايل. لا مو وقته، بس كنت عم شوف نحن بأنه يوم. يلا تعي. بس ما بقدر اجي معك، بعتذر. شو عم تقولي؟ لازم فوت على الحمام ضروري. يلا استعجلي، ممكن يوصلوا بأي لحظة. طيب يلا. ليكو عن جد ما معي وقت، خبروني شو اللي صار معكم بالضبط. أمينة خانم، يعني أنا اتصلت بخالي أمينة وخبرتها أنك رح تتأخر. طيب وشو قالت لك؟ مو معقول شو عم تقولي؟ شو هالشغل هاد؟ شو هالعشاء لسه من أول أسبوع شغل؟ يعني بالضبط مثل ما كنت أنا متوقعة. وانتي بساعة شو عملتي؟ طمنيني وصلتي لسونا؟ سونا بجيبتي، بس لازمك سماعة مشان تحكي معك وانتي بالاجتماع. هالمرة انت متأكد مو؟ ايه متأكد، بسبب العاصفة اللي بأميركا سرب طيور كامل هاجر على اسبانيا. على فكرة مايكل بعت لي كل الصور، كلها شوية وقت بيوصل وانا متحمس كتير صدقيني. وانا كمان يا حياتي، هاي رح تكون أول هجرة منشوفها أنا وإنت سوا. بس مو الأخيرة يا عصفورتي، رح نشوف هجرات طيور كتير، طير اللقلق والغربان، وحتى يمكن نشوف البوم كمان. دقيقة، ألو نعم سونا، أنت جاهزة؟ لأنا شوي ورح أفوت على الاجتماع. إيه جاهزة. عايدي شو قلتي؟ ما سمعتك منيح. لك أنا جاهزة عم أقول، كنت ناطرة تليفونك. ممكن ما تصرخي، رح تهربي العصافير قبل ما يوصلوا. طيب ماشي حبيبي خلص. ليش هيك صوتك عم بيقطش؟ انتي وين؟ أنا وسامر بالبرية ناطرين لنشوف هجرة سرب طيور. ليكم مو هدول هنن جايين؟ الله يسترني من هالمصيبة. لا مو هن يا عصفورتي. يي علينا، نطرنا ما طلع هنن سرب الطيور. مثل ما حكينا على التليفون، نحن عم نشتغل على مشروع كبير. As I told you before over the phone, we are working on a big project. Then let us congratulate you. عم بيقول مبروك علينا. شوفي بإذنك انت. هي سماعت. تعالى تعالى خانم، لأنه طلبت مني أني أشتغل حسب أسلوبها وطريقتها وعطتني إياها. I'm not like my partner. I like to be straightforward. What do you require from us? شبك ما فيك تحكي على مهلك يعني؟ إذا مالك قدران الترجمة منلاقي حدا غيرك حياة خانم. ما في لزوم أبداً، بس استعجل بآخر جملة وأنا بحب ترجم كل شي بالتفصيل. يا ريت تفهميهم شو صار. مظبوط معك حق. Sorry, but can you speak slowly, please? I can't catch up. Yes, of course. Of course. وبعدين؟ شو بدك؟ بدي أعرف شو قالوا. الظاهر في مشكلة بالخطوط. ألو؟ ألو حياة، عم تسمعيني؟ لك متقطع. ممكن ترجم لك بالمقطع مو؟ أنا ماني مثل شريكي، ما بحب طول بالقصة. شو المطلوب مننا؟ هيك قال من شوي. إيه معناتها خلينا نختصر الموضوع. قال هو مو حابب يطول بالقصة، عم بيقول شو طلباتك؟ بدي نعمل ماركة وعلامة تجارية مميزة ومنحل موضوع الإنتاج على طريقتنا. يعني بدك ترجم حرفي ولا بشكل عام؟ وبدنا شركات الموبيليا اللي أسسوها هون وما اشتغلت. And also we want to make the final brand. And for production we will do it our way in this context. In this context. شوفي لك رجع انقطع. انقطع نفسي ومع صوتي فجأة. What? حياة عم تسمعيني؟ We also want the furniture company which was established here. We also want the furniture company which was here. الحمد لله خلصنا. أوه.
It was a pleasure to meet you. I hope this meeting is the beginning of our partnership. It was a pleasure for us too. We will share your offer with our partner as well. I hope to see you soon. انت يعني ليش ما حكيت معهم من الاول؟ كيف بدي اتاكد انه لغتك منيحه وبالترجمه؟ انت كان لازم تخضعي للامتحان. Have a nice day, gentlemen. تاخر الوقت كثير، هلا الست امينة اكيد رح تذبحني. صار لك زمان واقف جنبي؟ وين بيتك بالضبط؟ رشيد باشا. لا طربيا، يعني قبل كنا ساكنين هنيك. ماشي، ليك يا طربيا قريبة، بنوصلك على طريقنا بسيطة. لا مستحيل، بتصير الرجعة بعيدة كثير علي. لوين الرجعة؟ شوفي مراد بيك، في مشكلة إذا وصلنا حياة خانم على بيتها بالأول؟ لا بنوب، ما عندي مشكلة غير إني رح أصل على بيتي متأخر. لا ما في داعي، خلص لا تعذبوا حالكم أبدا، بركب باص بدبر حالي. شو هالحكي؟ وأنتي المستشارة؟ لا الحقيقة كنت بقصد رح أخذ تاكسي طبعا. كيف بدك تطلعي بالتاكسي وأنتي متأنقة بهالفستان؟ بعدين ما في تكاسي هلا، نحن منوصلك على طربيا قريبة. عندها فوبيا من الطلعة مع ناس ما بتعرفهم بنفس السيارة، أنت ما بتعرفها مثلي. وهذا المرض خطير يا بيك؟ لا مو هيك قصدي. تفضل يا خانم، امشي قدامنا لشوف.